الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة 24 إبريل بالنسبة لكل الأهلوية، هذا اليوم بالنسبة لهم هو واحد من أهم وأحلى أيام وتاريخ النادي الأهلي. 24 إبريل 1907 كانت البداية، كانت بداية هذا النادي العريق، هذا الاسم الكبير في كل الأندية الإفريقية والعربية، النادي الأهلي. النادي الأهلي الحقيقة لو تحدثنا عن نشأة النادي الأهلي وتأسيس النادي الأهلي هنتحدث كثير جدا جدا جدا، ولكن مرت أيام كثيرة خلال 112 سنة مرت خلالهم أيام كثيرة جدا كانت معظمها جميلة، ومرت أيام كان فيها بطولات كثيرة جدا لكل الألعاب في النادي الأهلي، ولكن يبقى يوم 24 إبريل هو اليوم الأفضل في حياة كل الأهلوية منذ تأسيس النادي الأهلي 24 إبريل 1907 وحتى الآن. 112 سنة كلهم ألقاب، كلهم بطولات، عد زي ما تعد بقى وقول زي ما تقول، سواء في كرة القدم أو في كرة السلة أو في كرة الطايرة أو في الهندبول أو في ألعاب جماعية أو في ألعاب فردية أو في السباحة، في كل الألعاب الحقيقة النادي الأهلي يظل هو الاسم الكبير في كل الألعاب، وهو المعادلة الصعبة، المعادلة الصعبة للناس كلها بتنظر كيف يصلوا إلى النادي الأهلي وما ما فعلوا من بطولات، بطولات كثيرة وبطولات، يعني الحقيقة لما تيجي تشوف البطولات اللي عملها النادي الأهلي هتلاقي بطولات كثيرة جدا 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 خلال 112 سنة. زي ما حضراتكم عارفين أنا بس هقرأ